تواصل دولة الكويت عطائها اللامحدود بمد يد العون للأشقاء في اليمن من خلال قيامها بأعمال إنسانية وتنموية تلامس جميع احتياجات اليمنيين الذين انهكتهم الظروف الصعبة. نعم، الجمعية الكويتية للإغاثة ساهمت بشكل فعال في تنمية العنصر البشري في اليمن، حيث قامت بتدريب وتأهيل كوادر بشرية من مهنيين وفنيين في عدة مجالات. تواصل دولة الكويت مسيرتها السامية في تقديم يد العون لليمنيين في شتى الاحتياجات الإنسانية التي تلمس حياة المواطن اليمني. فبالرغم من بناء المستشفيات والمؤسسات الخدمية والتعليمية، إلا أنها لا تغفل يوما عن تأهيل وتدريب الكوادر البشرية أيضا فنيا ومهنيا في عدة مجالات. ها هي اليوم تدشن الحفل الختامي لتخرج 850 طالبا وطالبة تم تدريبهم بتمويل من دولة الكويت وعبر الجمعية الكويتية للإغاثة وبتنفيذ من جمعية الحكمة اليمنية. تمكين الشباب مهنيا وفنيا بدعم وتمويل الجمعية الكويتية للإغاثة وتنفيذ جمعية الحكمة اليمنية لتخرج 850 شاب وشابة في عدة مجالات: قيادة الحاسوب الدولية والجرافيك والملتي ميديا والتصوير والتطريز وصناعة الحلويات والصوف وأيضا بناء الشبكات وصيانة الجوال. حفل ختامي جاء ليميط اللثام حول ما يقارب 6 أشهر كرست فيها الجمعية الكويتية للإغاثة جل اهتمامها لإنجاح مشروع تأهيل الشباب لما له من أثر مباشر على كسب العيش عبر تدريب الكوادر البشرية. نشكر حكومة الكويت أميرا وشعبا بما قدموه للشعب اليمني في جميع القطاعات، وخاصة في هذا القطاع لدعم الشباب للسبل العيش وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل الذي سيرفد الشارع اليمني برواد الأعمال الذي من خلالهم سيخفف من البطالة. تأهيل وتدريب الشباب اليمني تعد هي العطية والنبتة الخيرة التي تزرعها دولة الكويت في قلوب اليمنيين والتي لا تقدر بثمن، حيث شمل التدريب على دورات في تصاميم الجرافيكس وصيانة الحواسيب والجوالات والإلكترونيات ودورات في قيادة الحاسوب الدولي والتصوير والمونتاج. تخطو دولة الكويت خطوات كبيرة ومتسارعة في دعم القطاع التعليمي، ليس فقط بإنشاء المؤسسات التعليمية وتجهيزها، بل أيضا فيما يتعلق بالتأهيل والتدريب في مهن مختلفة. مروى النبيل، لتلفزيون دولة الكويت، عدن.